رجعت الأعلام تطل على البلاكين وتزين الشوارع. قرب كأس العالم، وأهم سؤال هو مين رح ينقل الحدث بلبنان؟ أول شيء المواطن المشترك بكيبل الدش تبع الحي مفروض يتصل عنا على الكول سنتر أو يزور موقع الشركة يلي هو sama.lb.com أو يتصل على الكول سنتر ومنا بياخد كل المعلومات وتوصل الخدمة على قلب بيته. الكارت كلفته $100 يلي هو ومن هون كل بتروح، يعني يمكن في ناس عندها ريسيفر $30، يمكن في ناس $100، يمكن ناس حسب كل واحد شو بده يتميز. المؤتمر يلي عقد بنادي الصحافي ببيروت للشركة يلي رح تتولى النقل عبر المستقبل أو الريسيفر لم يمر بهدوء تام. إذا كانت البلبلة هيك بين الصحفيين، كيف تلقى الشارع اللبناني الخبر يا ترى؟ فوتبول لنجيب خبز بالأول. بلا الفوتبول كله، إذا بدي أدفع $150، بلا الفوتبول كله. بلاش محضرة بس أكتر من هيك لا. ندفعهم مش مشكلة، مهم نحضر الفوتبول طبعا، مونديال عم تحكي أنت. $100 جيبوا حبوز بعدين فوتبول. بشتري فوتبول وبلعب فوتبول بلا ما أدفع 100 ومدري قديش لأحضر فوتبول. بلشوا أصحابي جايين نحضر عندك يا نقور. إذن لحد الساعة كيف ما راحوا إجا المواطن اللبناني في على القليل 150 ألف ليرة لبنانية بده يدفعها تيحضر كأس العالم بحزيران المقبل. أقل من شهر بيفصلنا عن كأس العالم والطابة اليوم بملعب الدولة، فهل رح تسدد الهدف الأساسي وتتمكن من إيصال المونديال إلى جميع المنازل دون تكلفة إضافية؟ السؤال رح للأيام المقبلة. من جوني جورج عيد MTV.